مرحبا شباب، هذا الفيديو يخص فد معلومة نحب نعكس نظرتها السلبية من خلال هواي ناس بهذا الموضوع، وهي بالأخص يعني خلينا نقول انه هي عبارة عن خرافة لا ما بها اي مصداقية. فوصلنا لسؤال من صديق قناتنا يقول: حبي علاوي، أنا من كركوك، اهلا وسهلا بيك واهل كركوك، احييك على ابداعك واريد تسوي فيديو مضار الطماطة للبلبل، هل هي صحيح مو زين يضر البلبل ام شي عادي؟ احنا يمنا بكركوك يقولون يخرس البلبل الطماطه. تحياتنا لك صديقي، وتحياتنا لك كل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، من خلال صفحتنا على الفيسبوك. صديقي وعزيزي، احنا كل نظريه لازم لها اساس علمي. احنا اليوم اذا نجي انه الطماطه تخرس البلبل لازم ندور على الاساس العلمي بالموضوع، وشنو اللي تحتويه هي حتى تؤذي حنجره الطائر والحبال الصوتيه حتى يصير اخرس. طبعا بصوره عامه خلي اقول لك في الشيء انه مو بس البلبل، كل المخلوقات على الكره الارضيه ماكو في الشيء يسبب يعني طعام خارجي طعام او غير شيء يعني يسبب الخرس او تلف بالحبال الصوتيه، الا فقط التاثيرات الداخليه، كان تكون عمليه او ضربه للطير او غير مؤثر، بس يكون التاثير داخلي للطير. ماكو أطعمة تأذي الحبال الصوتية أو الحنجرة لكل الكائنات الحية، مو بس الطيور ومو بس البلبل بشكل خاص. الطماطة بيها فوائد كلش حلوة، وفوائد تختلف عن باقي الأغذية، يعني تحتوي على كميات هائلة من الفيتامينات، تحتوي على أحماض، تحتوي على أملاح وكالسيوم، مفيدة للطير ببناء الريش، مفيدة بتقوية الجلد. هنا أنا أضمن لكم اللي يعطي طماطة للبلبل ما راح يواجه مشكلة الدرع أو الصدفة اللي تصير أو الكشور اللي تصير على الأرجل، لأنه تقوي الجلد بسبب احتوائها على الفيتامين سي. هنا تفيد بتنقية الدم للطير ومنشطة للقلب، بها شغلة حلوة البلابل اللي عندها إمساك، نقدر نعطيهم طماطة راح يخلصها من الإمساك. هسه يقولون شلون نعرف احنا البلبل مالتنا يعاني من الامساك؟ اذا منتبهين من يضرب يظل يهز بروحه او يهز بذيله، هنا البلبل يعاني من حاله الامساك، تقدر تعطي طماطه تخلصه من هاي المشكله. اكو بلابل تعاني من سوء الهضم، يعني ياكل الشيء يطلع نفس ما هو، هنا عنده مشكله بالهضم، تقدر تعطي طماطه راح تنشط الجهاز الهضمي مالته وراح يقوم يشتغل طبيعي. هاي فوائد الطماطة، بس هنا عندنا مضار بيها، ولو هي مضار ما ثابتة علميا، لكن اكو دراسة تقول انه الكائنات اللي تغذيتها نباتية فقط الطماطة تسبب لها امراض سرطان بالدم او حساسية غريبة من نوعها غير مكتشفة، يعني تسبب وفاة الطائرة ووفاة الحيوان اللي ياكل طماطة. حقيقة هي ما مثبتة، بس احنا للوقاية مثل ما هسه انا دا اسوي، دا انطي الطماطه ربع طماطيه فقط، انطيها بالشهر فقط، ما انطي اكثر. مثل ما هسه تشوفون هاي ربع طماطه، خل اقرب لكم، طبعا هذا البلبل وحشي ما اقدر اتقرب عليه. عندنا هنا ربع طماطه، تشوفون شلون ماكلها، صار لي 5 دقائق خليتها على الفيديو، شوفوا شلون ماكلها اكل حتى بصفها. كيوي، الكيوي هم نجي عليه نفس فوائد الطماطه، هم يحتوي على احماض ومعادن عاليه، ممتاز ايضا للجلد، ويحتوي على كميات هائله من الفيتامين سي. ان شاء الله وصلت المعلومه، وتحياتنا لكم.